السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتكلم عن قنديل البحر. قنديل البحر هو حيوان بحري من الرخيوات، يصنف في شعبة اللاسعات. شكله عبارة عن قرص شفاف وله أطراف طويلة رفيعة تسمى اللوامس، وهو بسيط غير معقد، بحيث لا يعتوي على رأس أو نظام هضمي طبيعي أو أعضاء تركيبية. يتبع اللافقاريات ولا معدة، فالأمعاء هي التي تستقبل الطعام. الماء نسبة عالية من جسمه، لما يصل إلى حوالي 95% من وزنه، وبه بعض الأعضاء. وفتحت فمه بالوسط، وله العديد من اللوامس أو المجسمات الحسية. يتحرك في الماء بقبضة جسمه، ثم يرفده حركة حرة، ولامسه تساعده على حركة التيار المائي في الانتقال لمسافات بعيدة. قنديل البحر من أقدم الحيوانات الموجودة على الأرض، فهو يوجد منذ أكثر من 500 مليون سنة، أو ربما 700 مليون سنة أو أكثر، مما يجعله من أقدم الكائنات الحيوانية. توجد منه كثير أنواع، منها مما يعيش في البحر ومنها ما يعيش في أعماق البحر عند نحو 3000 متر. يتغذى بشكل عام على بويضات وبريقات الأسماك، كما أنه يتغذى على عوائق أخرى من البحرية الحيوانية. وفي العادة يظهر فترات الصيف نظرا لتوفير الغذاء، كما أنه يعتبر غذاء لبعض الكائنات الأخرى مثل السلاحف البحرية وبعض الأسماك القليلة. ويعتبر كثير من الكائنات السمية. تتراوح أحجام هذا الكائن حسب أنواع، حيث أن أصغر الأنواع لا تزيد بعض سنتيمترات، ولكن قد تتجاوز اللوامس طويلة. لأكبر أنواع 4 أمتار. بعض الأنواع هذا الكائن عالي السمية، بحيث تستطيع القضاء على حياة الإنسان دقائق، والتي تسجل تواجدها قابلة في سواحل أستراليا وبعض المناطق من العالم، والكثير منها تؤثر في إصابة جلد الإنسان بالحساسية. تتكاثر اللاسعات في العادة بوضع بيضة، حيث يضع بيضة الذي يسبح فيه الماء حتى يصل إلى موقعه الثابت، يساعده على الالتصاق وينمو حتى يصبح بليب، ويظل ينمو حتى يفقس في الجماعات وينفصل عن أرضه الثابت.